عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا نغمات وطقوس، ودي الحلقة السابعة من الموسم الثاني. في الحلقتين اللي فاتوا كنا بدأنا مع بعض نغوص في أعماق اللحن المتميز نيسا وفيفتيرو، عرفنا معاني كلماته وعلاقته بالطقس المحيط به، وعرفنا ليه لازم الثياب الكهنوتية دي تكون للمجد والبهاء كأمر الرب، وليه اللحن ده بيتقال قبل صلاة تحليل الخدام. بس بمناسبة صلوات التحليل عايز أقول لك معلومة يمكن مش كتير يعرفها. في ثلاث صلوات تحليل بتتقال في الكنيسة القبطية، كل صلوة بيتنطق فيها بالحل من الخطايا وغفرانها. التحليل الأول اسمه تحليل الإبن لأنه موجه لأقنوم الإبن الكلمة، وده بيتقال في آخر صلوات رفع البخور في عشية وباكر. وفي التحليل ده بيقول الكاهن: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب، ويكمل: أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. والتحليل الثاني هو تحليل الخدام، وبيجي بعد صلاة الشكر الصغرى وصلاة الاستدعاء السرية، ويبدأ التحليل ده بالجملة: عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. ويجي بقى التحليل الثالث هو تحليل الآب، وبيتقال قبل التناول على طول، وبيقول فيه: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل شافي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، فليكن يا سيد عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي محاللين من فمي بروحك القدوس أيها الصالح محب البشر. وبالتلات تحاليل دول بنتهيأ إحنا للتناول من القدسات ونبقى قديسين. وأبونا ينادي ويقول لنا: القدسات للقديسين، فنصرخ بأعلى صوت ونقول له: لا، واحد هو الآب القدوس. حالة متبادلة من الاتضاع من أكبر راس وهو الآب البطريرك إلى أصغر واحد في الشعب. تعالوا نسمع مع بعض اللحن بالعود. نيسا إنه
انوشتي نغوص في أعماق وأسرار لحن نيصف فتيرو. فما أجمل وما أرق وما أعذب نغمات اللحن ده اللي موسيقاه بترسم لينا حالة عجيبة جدا، تعالوا نعيشها سوا. طبعا سرعة اللحن معتدلة بتميل للبطء سنة في الأجزاء ألف اللي هي دي بطء شويه، وبتميل بقى للنشاط سنه في الاجزاء به اللي هي دي كتير بقى في الخاتمة اللي هي جيم اللي هي دي برضو امبنيوت الطيوت ارشي ارفس بابا بطوى ادروس بيمن راتي انت كريستوس. زي ما سمعنا بيبتدي اللحن متئد وقور في فخامة عريض، وكأن جوقة الحكماء بتتقدم علشان تجتمع حوالين ثوب الحكمة والمجد والبهاء، وفي تأني شديد بيظهر في الإيقاع المتحرر من القيود المنتظمة. يبتدي بقى الحكماء في انتقاء سلخة من خيوط الصرمة الذهبية، وبعناية شديدة يتم تمريرها في الثقب الصغير الموجود في أعلى الإبرة المدببة، ولو فشلت المحاولة الأولى والتانية ممكن تنجح التالتة في تمرير هذا الخيط الذهبي في ثقب الإبرة. والمحاولات الغير متساوية دي بتظهر في إيقاع اللحن الغير منتظم المتحرر من الإيقاع المنتظم اللي بيسموه أد ليبتم، اللي هو ني صا ديرو متحرر من الإيقاع. وأول ما تنجح محاولة تمرير خيط الصرمة الذهبي في ثقب الإبرة طبيعي جدا يبدأ الإيقاع المنتظم يدب في اللحن، وكأن عملية التطريز المنتظمة لثوب الحكمة لثوب المجد والبهاء ابتدت.
فيكون الجزء به من اللحن بإيقاعه المنتظم كأنه بيعبر عن انتظام التطريز واللي بيأكده أسلوب الميليسما بالنغمات المنسابة في سلاسة علشان تميز الجزء به عن الجزء ألف اللي هو الجزء به كل هذا المجد والبهاء اللي اتضعه فوق كهنتك. ده أنا كل ما أقرأ الأصحاح 28 من سفر الخروج لموسى النبي جسمي بيه أشعر. أصحاح كامل من 43 آية في جميعها بتوصي الحكماء وبتشرح لهم إزاي يخيطوا الثياب صدرة ورداء وجبة وقميصا وعمامة ومنطقة، جميعها تصنع صنعة حائق حاذق من أغلى الخامات والأحجار الكريمة. ربي إن مثل هذا الثوب بهذا الوصف الدقيق من فمك المقدس أراه مناسبا أن يوضع على جسد ابنك الحبيب، فهو الملك الذي ملك وسيملك على حياتنا كلنا، وهو الوحيد الذي له كل المجد والبهاء. لكن بمحبتك العجيبة وتواضعك الغير مدرك تخلع عنك هذا الثوب الفضفاض بكل الأحجار الكريمة والأطواق والحلقات الذهبية وصفوف الحجارة من عقيق ويقوت وزمرد وبهرمان وجمشت وعين الهر ويشم وزبرجد. كل هذا المجد والبهاء تخلعه عنك لتضعه على رئيس كهنتك. عجبا، أنت يا الله الذي لك كل المجد والبهاء تريد أن تضع كل هذا على رئيس كهنتك والناس يتبرمون. لماذا؟ لست أدري، إنما أنا أدري فقط أن هذا اللحن، لحن نيسا وفيفتيرو، يصور كل الحكماء وهم مسكين التوب وحطين قدامهم الدليل اللي هو الأصحاح 28 من سفر الخروج علشان ينفذوا أمر الرب لموسى أن يصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيه. ويفضل اللحن بشقه ألف الارتجالي الأدليبي وبه الإيقاعي يفضل يتكرر لغاية ما ينتهي الحكماء من هذا الثوب العجيب. هنا بقى يحطوا الثوب بصدرته ورداءه وجبته وقميصه وعمامته والمنطقة على جسد رئيس الكهنة، فنتذكر أن الله افتقد شعبه، ونتذكر قسم الرب أن بنو داود سيجلسون على كرسيه إلى الأبد إذا ما حفظوا عهد الرب وشهاداته. ونتذكر كمان الآية: أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، زي ما مكتوب في عبرانيين 7، علشان نعرف ان ذبيحة الخبز والخمر اللي قدمها ملكي صادق في تكوين 14 هتفضل قائمة لا تنتهي طالما احنا موجودين هنا على الارض وفي حاجة الى مغفرة الخطايا. الهي، اجعلني كلما رأيت هذا الثوب الممتلئ بالمجد والبهاء موضوعا على رئيس كهنتنا ان اتذكر محبتك الفائقة التي جعلتك لا تحتفظ بالمجد والبهاء لذاتك الوحيدة المستحقة لهما، بل تخلعهما عنك لتضعهما على رئيس كهنتك، فتزداد أنت بهاء ومجدا كلما أخليت ذاتك يا كلي المجد والبهاء. عزيز المشاهد، هنكتفي كده النهاردة بشرح روحانية لحن نيسا وفيفتيرو، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة علشان أمتعكم بالشرح الموسيقي لنغمات ومقام وميزان لحن نيسا وفيفتيرو. فإلى أن ألتقي بك أتركك في رعاية ملك الملوك ورب الأرباب. آمين.